الزمالك يلحق بالأهلي بثلاثية إن شاء الله، التسعة للأهلي قولوا يا رب. رجعنا مع حضراتكم من جديد، والمرة دي معانا لاعبات الفريق الأول لكرة اليد. معانا سارة طبعا الخولي وينج رايت، أهلا بيك يا سارة. وطبعا معانا النهاردة طبعا سارة واحدة من عناصر الخبرة والكبيرة جدا في الفريق. معانا كمان مشرفانا حارس المرمى أمنية خالد طبعا، يعني هي صمام الأمان زي ما بيقولوا، صمام الفريق. أنا برحب بيكم، منورينا منورين بيكم البيت الكبير. أمنية وسارة مساء الخير عليكم. لا هنعلي صوتنا، لا ثواني يا كابتن عشان نبقى متفقين من الأول. لسه هيسخنوا ما تقلقيش. يعني مساء الخير عليكم، منورينا في البيت الكبير. منورينا طبعا في البيت الكبير، و زي ما احنا متعودين انتوا بطلات بقالكم سنين طويله جدا، هنتكلم على كل الملفات ديت. لكن طبعا كمان يعني نروح لتقرير، التقرير ده بيقول ازاي ان شاء الله ترجعوا بعد يعني مسيره طويله من البطولات اللي فاتت، ويمكن السنه اللي فاتت كان فيها دروب شويه، ازاي ان شاء الله ترجعوا السنه الجايه ببطولات اكثر ان شاء الله. نروح للتقرير ونرجع مع ضيفاتنا بطلات النادي الاهلي. نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن يحيى يوسف في اعتلاء صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري العمومي للموسم الحالي 2020-2021، بعدما استطاع المارد الأحمر الفوز في كل لقاءاته السابقة. وفاز الشياطين الحمر في الجولات السبع الماضية على كل من منوف الرياضي، حلوان العام، شامبيون الرحاب، هيليوليدو، 6 أكتوبر، الطيران، الزمالك. وكان الفريق قد أبرم صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع سندس حشانة لاعبة المنتخب التونسي الأول، إضافة إلى عودة غادة حسام حارسة مرمى الفريق وأحد دعائمه الأساسية بعد اعتزالها اللاعب الموسم المنقضي، إلى جانب عودة اللاعبات المصابات. كما دفع الكابتن يحيى يوسف بالعديد من العناصر الشابة والواعدة والتي سيكون لها اسم كبير في عالم اللعبة، سواء على مستوى النادي أو بتمثيلهم لمنتخباتنا الوطنية. وتطمح جماهير القلعة الحمراء في عودة الفريق إلى سابق عهده والفوز بكل البطولات، على غرار ما قدمه خلال الأعوام المنقضية قبل أن يمر بمرحلة إعداد وتجديد خلال الموسم الماضي. ويتبقى أمام سيدات يد الأهلي 27 جولة لحسم اللقب الغالي، والذي توج به العام الماضي نادي الشمس بعد صراع طويل مع الأهلي، والذي فقد اللقب بعد هيمنة استمرت لربع قرن من الزمن. ويسعى النسر الأهلاوي بقيادة يحيى يوسف المدير الفني للفريق، يسعى للتحليق من جديد في سماء كرة اليد المصرية وحصد كافة بطولات الموسم. يمكن زي ما تابعنا في التقرير، الجمهور مستني منكم ان انتوا ترجعوا خلاص البطولات مرة تانية وتهيمنوا على كل البطولات الموسم ده. يمكن احنا عندنا 4 بطولات صحيح في الموسم، قولوا لي كده أمنية. عندنا الدوري طبعا اهم حاجة طبعا، وكاس، بعد كده منطقة السوبر، والسوبر دوري السوبر. سارة الاخبار. يعني انا عايز قبل ما نعلق، يعني كلنا يعني جماهير الاهلي عندها ثقه، لكن انا اللي لفت نظري 25 سنه الفرقه بتاخد دوري، 25 سنه متواصله، ده رقم يعني قياسي عالمي. الغريبه ان السنه اللي فاتت خسرنا الدوري، فاكيد في حاجه، يعني اكيد في حاجه، مش هقول حاجه غلط، لكن في اسباب. ايه شايفين اسباب ايه ان انتوا خسرتوا الدوري السنه اللي فاتت؟ هو مين لي يعني الأسباب كانت السنة اللي فاتت عموما، احنا كان عندنا كمية إصابات مش طبيعية، يعني تقريبا الناس كلها برة، كل الناس قاعدة برة اللي بيلعبوا، كمان ناس كتير قوي بطلت من الاعتزال خلاص بطلوا. برضو احنا
ميزتنا عموما في الفيرست تيم عندنا ان احنا مش جيل واحد او جيلين زي اغلب الانديه. احنا بادئين من اول ناس 2003 السنه دي بتلعب مع ناس مواليد 92 و90 ففي فرق اجيال كان مش طبيعي. كان السنه اللي فاتت احنا ما عرفناش ان احنا ندمج ده صح، ما عرفناش ان احنا دول يدخلوا مع دول صح. طبعا كنا محتاجين وجوه جديده، يعني كان في حاجات كتير ناقصه تقريبا. بس ممكن يا امنيه يتقال ان في يعني حاله من التشبع حصل عليها الفريق 25 سنه ما شاء الله بلا توقف، يمكن الفريق ممكن يكون حصل له نوع من التشبع بهذه البطولات، ولا انت؟ لا لا، لا يعني احنا دايما بنلعب على بطوله، يعني ده العادي بتاعنا ان احنا نلعب على بطوله. يعني ما عجلناش قبل كده احساس اللي هو كفايه بطولات، لا ده مستحيل. يعني احنا كنادي اهلي احنا متربيين ان احنا ناخد دايما. طب انتوا ازاي الجهاز الفني كان بيتكلم معاكم في ان انتوا تجددوا الحافز ليكوا؟ والله يعني هي حاجه بتتكلمي عن السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ لا السنين اللي فاتت طبعا، والسنه دي كمان يعني قبل ما هو يعني السنين اللي فاتت يعني احنا يعني زي ما كنت بقول، هو احنا يعني الحافز بتاعنا دايما موجود ان احنا نبقى نمبر 1، ان احنا ناخد الدوري. هو دايما موجود، هو حاجه جوانا. مش حد بيقول لنا يلا اكسبوا عشان حاجه هتحصل، لا دي حاجه احنا يعني زي بتقولي كده بالفطره. بس انت بتقولي لي حاجه وانا استغربتها شويه، انك وصلتوا لدرجه من الثقه ودرجه من التفوق، ان انت بتقولي لي انتوا بتروحوا المباراه النهائيه وبتوضبوا احنا هناخد الكاس ازاي، وبعد ما ناخد الكاس يا جماعه هنعمل ايه. بالظبط اللي هو يا جماعه بنتفق على احنا نلبس ايه لما نستلم الكاس، يعني احنا كده كده خلاص ماتش فاينل، احنا رايحين نكسب ونمشي، يعني ما عندناش اوبشن تاني. ده تفكيركم. هل ده في فرق في المستويات كبير قوي اداكوا الثقه ديت؟ يعني دايما لما يكون الثقه دي كبيره نتيجه طبعا للبطولات اللي انتوا خدتوها، لكن السنه اللي فاتت لا اعرفه طبعا من خلال يعني متابعتي شويه او فريق الاعداد، قال نادي الشمس او فرقه الشمس من الفرق المحترمه. صح. عندها فرقه كويسه. عندها محترفات كمان. ف البعد كان قد ايه؟ لان كنت عارف ان انتوا كنت بعيد قوي، وبعدين انتوا حاربتوا كمان، يعني ما فيش ملل، ان خلاص البطوله راحت حاربتوا لغايه ما كانت كمان انتوا على بعد مباراه للفيصل. يعني حصل ده ازاي الفتره دي اصلا؟ هي الفترة دي حصلت ان احنا هي حصلت فجأة، يعني احنا مرة واحدة كنا بنكسب، كنا متعودين ان احنا فريق بنكسب ورايحين. احنا كانت اول خسارة لينا السنة اللي فاتت كان فاينل المنطقة من الشمس. أوكي. احنا رايحين برضو مرتبين نفسنا احنا رايحين نكسب، يعني دي بطولة. حصل دروب في الماتش ده، وصلنا ماتش فيصل معاهم خسرناه برضو الماتش الفيصل بتاع المنطقة ده. بس ماتش الفيصل ده احنا كان كسبانين في الشمس وهم كسبونا في الاهلي، صح؟ وهم كسبونا في الاهلي، وبعد كده عملنا بقى ماتش فيصل خسرناه برضه. بس احنا كسبناهم هم السنه اللي فاتت مره واحده، اول مره خالص في السيزون يعني. بس وبعد كده حصل بقى، بدانا دروب، وبدا بقى ان احنا جينا احباط، مش عارفين ان احنا ان كنترول الماتش، نبقى كسبانين طول الماتش ونخسر في اخر 10 دقايق. قفلته يعني. حصل زي قفله كده زي ما بنقول. مش متعودين على الخساره، ولما تيجي الخساره مره واحده بتبقى. لا احنا مش متعودين ان احنا كان ان الماتش يبقى رايح مننا واحنا اللي بنحاول نجيبه، لا دي احنا ما تعودناش عليها خالص قبل كده. خاصة معانا حراسة المرمى يعني، وشعوري هي هو رياكشناتها اصلا، وهي وسارة بتتكلم اللي هو يعني للاسف، يعني هي عايزة تقول للاسف. بس كابتن يحيى يوسف مدرب الفريق كان ليه عامل كبير جدا كمان من حيث تحفيزكم، من حيث التعليمات حتى اللي كان يعني بيديها لكم وقت الماتش وقبل الماتش. ايه دور كابتن يحيى يوسف الكبير قوي اللي انا عارفة انه كبير الحقيقة معاكم يا امنية؟ هو طبعا كابتن يحيى مسكنا وكان عنده امل وعنده اصرار كان باين قوي. هو قرر ان هو يجي هشوف ايه عيوب المشاكل الفرقه وهصلحها. كان عايز يغير شكلنا لغايه دلوقتي والله، يعني هو كل تمرين يقعد يقول لنا انا عايز اغير شكلكم في الملعب، عايز الناس كلها تحس ان في تغيير. وكان كمان حتى احنا كان تكمله الدوري كانت في الصيف، يعني كانت بعد الكورونا.
فكنا متمرن يعني طبعا ممكن حد تاني يقول خلاص احنا كده خسرانين احنا كده كده الدوري مش بتاعنا، لا هو كان يلا نتمرن كل يوم، واحنا فعلا كنا عايزين، كنا بنتمرن كل يوم 3 ساعات، كنا بنروح الجيم، كنا بنتمرن كتير قوي. هو كابتن كان حاطط قدامه هدف، لا يا جماعه الدوري مش بعيد، الدوري يعني بجد ممكن يجي. وفعلا ساعتها كان سبورتنج كسب الشمس فرجعت لنا الفرصه تاني. صحيح. فقعدنا بقى ساعتها حسينا ان دي علامه وبجد ممكن يكون ربنا شايل لنا حاجه حلوه في الاخر، وقعدنا فعلا تعبنا قوي بس يعني ده قدر الله وما شاء فعله، بتبقى في الاخر يعني توفيقات، توفيق من عند ربنا. صح. كابتن يحيى معانا على التليفون. الو كابتن يحيى، مساء الخير. الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليك. اهلا بيك، ومعانا بطلات النادي الاهلي وحضرتك. كنا لسه بنتكلم على الدور المهم بالنسبه للمدير الفني، وانا في اعتقادي المدير الفني في اللعبات كلها بيبقى عليه دور مهم جدا، هو الحاله المعنويه للفرقه. وحضرتك توليت المسؤوليه، ويمكن كان امنيه بتتكلم كان هم خلاص يعني في حاله معنويه صعبه جدا، لكن انت رجعت طموح تاني رغم ان كان فارق بعيد قوي، رجعت الطموح لبناتنا وهم حسوا بده وبداتوا تحاربوا على الوصول يعني لحاجه صعبه، لكن وصلت لها بشكل جيد جدا، ولغايه ما حتى كان في مباراه فاصله على الفوز بالبطوله. طبعا كابتن هاني، طبعا الحمد لله، طبعا انا جيت في ظروف صعبه جدا، وكان دروب للنادي الاهلي وعمره ما حصل بقاله سنين كتير جدا. صحيح. انا جيت طبعا ان انا جاي من فريق الدرجه الاولى اولاد، ان انا اجي لفريق السيدات عموما النادي الاهلي، فكانت عمليه صعبه جدا، وكان عندي طموح جدا ان انا كان قدامي تحدي كبير قوي ان انا ارجع بالفريق للاول خالص. فالحمد لله ربنا كرمني ان انا اتعامل معاهم واتكلم معاهم، والبطوله لسه ما خلصتش. وكان قدامنا هدف ان شاء الله هو اول بطوله ان شاء الله، وقعدنا نحارب واكلمهم وازعق شويه والحاجات كلها، بحيث ان احنا نشتغل على الموسم وما دعش مننا، بس الحمد لله ربنا شاء فعل، وبدأنا موسم جديد بسيستم جديد الحمد لله. كلمنا يا فندم عن التدعيم الخاص باللاعبة التونسية، يمكن حتى التقرير ذكر سندس، وسندس طبعا يعني وجودها في الفريق كمان اداله شكل، كلمني عن هذا التدعيم. بص حضرتك، هو التدعيم ده كان كنت بشتغل عليه من شهر 3 اللي فات الموسم الجديد، وكان اتكلمت مع وكيل اعمالها اللي هو كان زوجها. نعم. ان انا عايز ادعم اشوف المشاكل اللي عندنا واللي بتواجهنا ايه، وعايزين ايه، طلباتنا ايه. فان انا اتكلم معاها واتفق معاها، هي لعيبه كويسه جدا، عندها خبرات كويسه جدا. صحيح. وطلبت ان هي دي البنت اللي انا عايزها ان هي تقدر تشغل الفريق او تتعامل مع الفريق، وكمان اتعاملت ان هي تكون تونسيه بحيث ان ما تاخدش وقت كبير جدا ان هي تخش جواهم، ان هي بتتكلم طبعا اكيد عربي، وهي بنت كويسه، وكمان الفرقه بصراحه من اول يوم احتضنوها واتكلموا معاها وبداوا يخشوا مع بعض، عشان كده ما خدتش وقت كبير جدا ان صحيح. هي تخش جواهم. يعني الانسجام حصل بسرعه. زي هو زي الكره تقريبا، احنا لما بنجيب حد ويخش وسط الفرقه بسرعه بيبقى عامل اللغه مهم جدا. البوزيشن ايه يا كابتن برضه عشان الناس تعرف يعني مركزها؟ هي بتلعب سنتر اوف يعني بلي ميكر، وعندها خط خلفي يعني هي بلي ميكر، بس ممكن تلعب باك ليفت او باك رايت كمان، فدي عندنا مهمه جدا ان البنت تلعب في اكثر من مركز طبعا. وترى برضه زي كده رقم 10 عندنا قفشه باختراقات وتخش تجيب اجوان وكده، ولا بلي ميكر توزع بس؟ ساره طبعا، ساره لعيبه كويسه جدا جدا جدا، وبصراحه كمان عملت الماتش اول امبارح ماتش الزمالك هايل جدا، بقول لها طبعا قدام الناس كلها طبعا هي ما بتزعلش مني ان انا باجي عليها، باجي عليها عشان مصلحتها طبعا، او باجي على الفريق كله عشان مصلحته، ان انا عايزين نكسب، عايزين نرجع امجادنا للاهلي تاني. الفرقه دي اتظلمت كتير، انا بقول لك اتظلمت كتير جدا. فالحمد لله احنا ماشيين بسيستم، وهم الحمد لله دخلوا فيه، وان شاء الله الفتره الجايه هتلاقوا شكل جديد جدا في فريق السيدات الاهلي ان شاء الله. بيجي عليك بيعمل ايه كابتن يحيى؟ احكي لي. لا بلاش. والله هي مش هي لوحدها بصراحه. انا عايزه انا ضغط عليهم علشان عايزهم بدنيا يعني، ولا يعني ساعات يبقى الجزء البدني او الكلام؟ لا انا كل حاجه بصراحه. طيب لا هو كل حاجه بصراحه،
ان انا عايزهم احسن من كده بكتير، ولما يكونوا احسن طبعا دي حاجه كويسه ليا وحاجه كويسه لنادي طبعا اكتر. يعني انا عمري ما ان انا اكون ضد بنت او اي حاجه او اي لعيب، ان انا في المصلحه الاول هي مصلحه اللعيب ومصلحه النادي بس هي دي النقطه. وانا اللي قلت يعني انا اللي باجي عليها وباجي على البيت بصراحه جامد، هم ما كانوش متعودين للاسف على حاجه زي كده، فالحمد لله دخلتهم جوه سيستم وبضغط عليهم عشان يبقى عندهم الاحساس ان هم يلعبوا ضغط ضغط دايما من غير ما يخشوا، ان هم كانوا السنين اللي فاتت ان هم كان عندهم ان هم بيكسبوا في اي وقت وحاجه كلها، فطبعا عشان كده حصل لهم الدروب. يعني هو بتقولي هو ايه؟ كنت بتقولي لا هو كابتن يحيى فعلا هو بيجي على اللعيب لما بيبقى عارف ان هو لسه عنده احسن، ان هو لا هيدي احسن، ان هو يعني بمعنى صح. لا مش دلع، لا لو سمحت يا كابتن يحيى دافع لا اقصد يعني هو عارف امكانياتك اكتر من كده، عارف ان انت عندك اكتر، فلا هيدوس لحد ما هتطلع، يعني هتطلع بيشتغل على الناحيه الناحيه دي كويس جدا. الطبيعي بتاع اي مدرب ازاي امتى يشد على اللعيب وامتى يرخي عليه وامتى يطلع منه القوه الانفجاريه بتاعته في المهاره او في البدني او الكلام ده كله، فاكيد المدرب بيبقى عشان توصل للمكان اللي انت تبقى مدرب مدير فني لازم يكون عندك الشغل ده، ان انت تقدر تتعامل مع اللاعبات او اللاعبين بشكل كويس، بس ازاي تعملها او التوقيت ايه؟ أيوة. امتى تشد على اللعيب وامتى تقله عشان يقدر يلعب يكون مستريح نفسيا. دكتور كابتن يحيى بكره ان شاء الله في ماتش مهم جدا مع الجزيره، اكيد في تعليمات، انا عارفه ان انت اديت لهم تعليمات قبل ما يدخلوا الفقره دي، قول لنا ابرز التعليمات اللي اديتها للفريق. بص حضرتك النهارده كان التمرين بالظبط كان ساعه وربع ساعه، بس يعني جايين من النهارده اشتغلنا النهارده على نقط القوه ونقط الضعف اللي هي الجزيره، وازاي هنلعب بالطريقه ازاي، وازاي هنقدر نوقف هجومهم، وازاي نوقف او نلعب عليهم ازاي. ان شاء الله الفريق انا عندي ثقه فيه كبيره جدا من كلهم، وان شاء الله في تحسن ان شاء الله، وهكونوا شايفين الكلام ده ان شاء الله مع المشروع الجاي ان شاء الله. في تعليمات انا اسفه كابتن، في تعليمات اكيد خاصه منك كابتن يحيى لحارس المرمى صح؟ بتكون تعليمات خاصه، تعليمات مختلفه، اقصد امنيه. بص حضرتك هو الاول في كابتن صلاح هو مدرب حراس مرمى معاك. نعم. ماشي. فاكيد بقى في بيني وبينه كلام ان لازم هنشتغل على الكلام ده اصلا، اذا كانت مثلا عايزين نشتغل مثلا الحته دي عند اميه عايزين نزودها شويه، عايزين نضغط عليها في الحته دي، عايزين ان هي تتمرن كتير عليها وتشوف العيوب اللي عندها ايه وتشتغل عليها. ميزه اميه ان هي نوع اللعيبه اللي بتبقى مصره جدا على ان هي تبقى في منظر كويس كويس، حتى لما تكون ممكن الماتش ده مش موفقه بتلوم نفسها، ودي حاجه مفيده جدا لاي لعيب ان هو يلوم نفسه ويشتغل على نفسه عشان يظهر بصوره كويسه في الماتشات اللي بعدها. ده مهم يا كابتن، وعايز اكلم حضرتك من نقطه مختلفه شويه. يمكن امنيه اول ما قالت ان الكابتن اول ما مسكنا قال لنا احنا لازم تظهروا بشكل متغير شويه، شكل مختلف شويه. هعرف من حضرتك الشكل المختلف ده ما بين قوسين عامل ازاي، وكمان تقول لي احنا عارفين فرقه الشمس من الفرق القويه، لكن ايه كمان الفرق اللي ممكن خلال السيزون عاملين حسابها بشكل كويس، الفرق القويه في الدوري واللي انت يعني عامل حسابها خلال مشوارك في الدوري؟ بص حضرتك انا الطبيعي علشان اي مدرب لازم يكون ليه سيستم معين بيشتغل بيه، كل مدرب ليه طريقته، وشوف اللي هو نقط الضعف ونقط القوه اللي عنده اصلا وبيشتغل عليها، او نقط العيوب اللي عنده وبيشتغل عليها، ان انا ادخل الفرقه كلها في سيستم معين يشتغلوا عليه. لازم يكون اللعيب حتى وهو بيلعب يكون مستمتع عشان يبقى ليه شكل جمالي وهو بيلعب. يعني حضرتك لما تكون مثلا الله اللعبه دي حلوه لازم بتبقى داخل في تكتيك مثلا، او داخل في شغل فني انت حضرتك بتعمله، فالحاجه بتظهر بصوره كويسه غير لما تكون بلعب عشوائي. يعني للاسف هو جزء في الفريق كان بيلعب عشوائي، وانا ما بحبش ان الفريق يلعب عشوائي، هي دي كانت النقطه. طبعا بالنسبه للفرق احنا عندنا فرق دلوقتي الهاندبول السيدات السنه دي بصراحه كل الفرق دعمت من انديه ثانيه، او احنا مثلا جبنا لعيبه مختلفه، رجعنا مثلا غادة حسام من حارس المرمى، بعتمد على الناشئات اللي هو مواليد 2002، عندي اربع خمس بنات بصعدهم من فريق الشباب، وده لصالح النادي وصالح ابناء النادي ان هم يخشوا بيندمجوا مثلا مع لعيبات الخبرات مثلا زي غاده، زي ساره، زي اميه، زي النصره، زي موني طبعا،
عشان كده اصلا عندنا اصرار ان احنا نعمل موسم جيد وان شاء الله يبقى علينا على الثلاث بطولات ان شاء الله. موري امنيه طبعا ده العيب موني. اه فيك نملك ان يعني انا بقول لك كمان يعني المستويات، هل مستويات مثلا بتتكلم على الشمس، سبورتنج، الجزيره، سموحه، اعتقد دول من الانديه اعتقد انديه كويسه على المستوى. بص حضرتك في ثمان انديه في من الفرق دي كلها فرق محترمه، كانت الجزيره والمعادي وسبورتنج وسموحه والشمس والفرق دي كلها فرق كويسه طبعا، والزمالك طبعا طور من نفسه كتير، هي ثمان فرق بتلعب حاجه كلها، بس في اربع فرق بيبقوا جامدين عليهم جامدين شويه. طبعا الحمد لله ان احنا من ضمنهم، ان احنا اصلا اوريدي احنا ابطال سيدات على مدار سنين كتير جدا لاكثر من 25 سنه يعني، اكيد المنافسه هتكون قويه. فان شاء الله انا عايز البنات يكون عندهم الروح وعندهم الاصرار ان احنا قدامنا هدف. احنا اتكلمنا من اول الموسم ان احنا قدامنا هدف واحد، ان احنا نحصد البطولات ونرفع الدوري ونرفع الكاس ان شاء الله. بعد نهايه الدوري يا كابتن في اول اربع فرق هتوصل لنهائي السوبر، مين تفتكر هيواجه الاهلي في النهائي ان شاء الله؟ بص حضرتك هقول لك حاجه، الدوري ده رايح جاي طب. ماشي من دورين هيختاروا اول اربع فرق، بس في حاجه ثانيه، في فريق مرتبط مواليد 2004، نتائج 2004 دي هتدي نقط معينه للفريق الاول. مثلا احنا عندنا كنادي اهلي مثلا مواليد 2004 احنا مثلا بطوله الدوري 2004 واحنا الاول، فبناخد صاعدين للبطوله السوبر دي باربع نقط. الثاني في 2004 بيدي نقط، قصدي ان هو بيدي نقط اضافيه للفريق الاول عشان ما يخش يبقى في فرق بين الفرق اللي كسبان 2004 تدي له نقط الفريق الاول. بس برضه بحكم متابعتك مين الاقرب للوصول للنهائي؟ بص حضرتك حاجه بنسبه كبيره جدا، اول حاجه احنا في اهلي وشمس فرقتين كويسين جدا محترمتين بصراحه. في سبورتنج ممكن يخش في الموضوع، ممكن سموحه يخش في الموضوع، ممكن في اربع فرق او خمس فرق بيخشوا، خمس فرق بيخشوا في الموضوع ان هم يخشوا من الاربعه. كانت معادي، جزيره، الزمالك، سموحه يخشوا في الفرق دي ان هو يخش من الاربعه، بس الاربع فرق دولت او الثمان فرق كلهم بنفسهم ان هم يخشوا من الاربعه، وكل الانديه زي المعادي والجزيره ان هم يخشوا بين او الزمالك ان هم يخشوا من الاربعه، ده بيبقى بالنسبه لهم انجاز كبير جدا. اما احنا بالنسبه لنا كهدف هو الاول اكيد دايما على مستوى كل اللعبات في النادي الاهلي هو الهدف هو البطوله، والهدف انك تبقى دايما البطل وده الاول في كل اللعبات، ده يعني مش في كره القدم بس في كل اللعبات. وانا شايف ان الطموح حضرتك بدات تراجع الطموح تاني، يعني 25 سنه بطولات وبعدين في دروب دوت، دي بتبقى عمليه كمان انا شايفها يعني ممكن تكون يعني وارد جدا، وارد جدا ان السنه دي تقع منهم، لكن من خلال عينيهم شايف وانت بتتكلم يا كابتن ان هم لا يعني هم ماشيين في نفس الخط، نفس الحماسه اللي حضرتك بتتكلم بيها، نفس كمان الاصرار ان هم كمان يرجعوا البطولات للنادي الاهلي. بص حضرتك انت كنت لعيب كبير وكنت محترف، فعارف ان المدرب عليه عامل اساسي وكبير جدا ان هو يدخل اللعيبه في وسط منظومه عشان تنجح. انت حضرتك كمدرب بتشتغل ليك هدف معين بتشتغل عليه هو الاول، النادي الاهلي معودنا طول عمره هو الاول بس. صحيح. دي حاجه ميزه على فكره ان الولد الصغير من اول ما يدخل منظومه اللعبه في اي لعبه ان هو قدامه هو هدف هو الاول بس، واحنا قلنا من اول موسم هو هدفنا هو الاول بس، النادي الاهلي ما بيعرفش غير الاول، التاني زي الاخير بالنسبه له. صحيح. وانا موصل الموضوع ده للاعيبات كلهم وهم عارفين الكلام ده كويس، عشان كده انا ضاغط عليهم لمصلحتهم بس، هم عارفين حاجه زي كده والحمد لله ان هم دخلوا في السيستم وان هم ماشيين عليه، وان شاء الله الافضل في الايام الجايه ان شاء الله دي. بثلاث ساعات تدريب صح في اليوم يا كابتن يحيى؟ لا هو مش موضوع ثلاث ساعات، هو موضوع ان انا ممكن عشان في لعبات موظفات، فطبعا الوحده لما تكون فيها جيم لازم يكون مثلا من ساعتين ونص لثلاثه، من ساعه جيم وساعتين هاند بول او ساعه ونص هاند بول، هم عارفين حاجه كده والكلام ده. طب ده كتير يا كابتن يحيى، وبعدين على بنات يعني يبقى هيبقى قالت لي بس انا ما عنديش بنات، انا عندي رجاله يا حبيبي. صح صح والله العظيم صح. لا يعني انا يعني من الاخر لا من الواضح من الواضح كمان ان بصوا المدربين شخصيات، وفي شخصيه وانتوا اكيد عارفين الكلام ده من خلال طبعا متابعتكم المدربين كره اليد
النادي وكره يعني ما بتفرقش كتير عن كره القدم في شخصيات المدرب. في مدرب بيبقى عنده سيستم ونظام بيحب يطبقه حتى على المستوى البدني، هتلاقي التمرين اطول شويه، هتلاقي البدني اطول شويه، في مدرب تاني تلاقي الفني اكتر شويه. فاعتقادي هذا الحماس من كابتن يحيى وانتوا كمان الاستجابه الاستعداد دي هتلاقوا فرحتكم، انتوا هتفتكروا التعب ده بتاع هتفتكروا مع اول بطوله، يعني التعب ده كله هيروح. فانا طبعا بحييك طبعا يا كابتن على الروح ديت، لان واضح جدا روح الاصرار. طبعا هم من التمرين مش قادرين يتكلموا، بس هنطلع منهم الكلام. عايزين نعرف منهم طبعا كان في مواجهه اول امبارح كانت بينهم بين الزمالك، كانت مواجهه قويه جدا، هنعرف تفاصيلها منكم. بس بعد طبعا ما نشكر كابتن يحيى يوسف. كابتن يحيى بنشكرك، وعارفين ان انت مش بتيجي عليهم، انت هدفك في الاخر وهم اكيد فاهمين ده، ان انت توصل بيهم للنجاح. هو ده عين النادي الاهلي، عين النادي الاهلي دايما على النجاح، دايما على رقم واحد. شكرا ليك يا كابتن يحيى. ميرسي جدا. شكرا ليك. شكرا. ميرسي جدا. شكرا. شكرا. مع السلامه. اول امبارح كان في مباراه مهمه ليكوا مع طبعا مع الزمالك 35 25، صحيح؟ الشوط الاول تقريبا هم كانوا يعني متقدمين في الشوط الاول، عملتوا ايه علشان يعني تعملوا الفارق ده في الشوط الثاني؟ ساره، هو كان احنا اولا كان الفرق وصل لستة، يعني احنا كنا 11 5 في وقت. احنا ما كناش في الاول ما كناش قادرين الملعب صح خالص، يعني ما كناش قادرين حته ان النص مثلا مقفول، فاحنا نبتدي نفتح الملعب نلعب على الوينجات، نبتدي ان احنا نقفل عليهم هم بقى في النص واحنا بندافع عليهم. ما كناش قادرين في الاول الملعب. بعد كده كابتن يحيى خد تايم اوت، اتكلمنا قال لنا هنعمل ايه الفتره اللي بعديها يعني، ونزلنا الحمد لله. يعني احنا نزلنا اخر 10 دقائق دخل فينا جون، واحنا جبنا لحد 12، يعني جبنا 7 جون. لا مش عارفه بصراحه. ما عدتيش؟ مش عارفه، مش عارفه يعني. طب كويس. يعني عايز اسال امنيه، سؤال يمكن بيقولوا دايما في يعني حراسه المرمى نص الفريق ده في كره القدم، نفس المقولة بتطبق يا سارة؟ لا احنا عندنا برضو الجون نص الفريق، ومن كام يوم من كام يوم كابتن برضو بتاعنا كابتن ناصر قال لي لا هو زادت بقت 80%. قلت له بجد زادت؟ قال لي لا حسي بنفسك بقى، حسي انت مهمة. لا ده حقيقي، ده حقيقي. يعني اصل كمان انا متخيل، يعني قولي حارس المرمى بتاع الكورة ممكن الكره تتشاط عليه من بعيد شويه، من لكن المسافات اللي انت بتتكلمي عليها في كره اليد، ان في واحد مثلا انفراد في كره اليد، او سوري مش واحد يعني لاعيبه بتنفرد بيكي وانت بتطلعي بشجاعه، ده جزء مهم، واكيد صفه الشجاعه لازم تكون خاصه في حراسه المرمى. يعني فانت بتستقبلي ده ازاي؟ يعني هو تمرين ولا دي شخصيه ولا لا هو فعلا الجون فعلا لازم يبقى هو بيبقى مثلا بيقابل، بيبقى فعلا لازم يبقى في حته الشجاعه دي. يعني هو تمرين، هو فعلا في الاول وفي الاخر تمرين. يعني انت بتشتغل على الحته دي، مثلا انا مثلا كنت من كام سنه لا مش بقابل، لا انا لازم يعني العب على الحته دي اكتر، اتمرن عليها اكتر. ففعلا زي ما حضرتك بتقولي تمرين. بتبقى اجزاء فنيه، وفعلا يعني هي يعني حاجه احنا بنعملها. مثلا انا بلعب هندبول من وانا عندي 6 سنين، فخلاص بقى انت بتكتسب اللعبه دي، انت مش بتفكر يعني. مثلا انت مثلا بتتفرج، حتى لو اتفرجت على مثلا تمرين ولاد ولا حاجه، حتى من غير ما تاخد بالك انت ممكن تعمل حاجه تقلدهم يعني. أوكي. فبتبقى حاجات كده مش انت مش بتفكر فيها، بتيجي اوتوماتيك خلاص. بقت اوتوماتيك فعلا، طبيعي بالنسبه لك يعني. سارة، انتوا النهارده يعني خلاص لعيبه كبار، النهارده الفريق في مرحله احلال وتجديد، في لاعبات صغيرين في السن بينضموا ليكوا، انتوا طبعا دوركوا هنا ان انتوا تديهم تعليمات. بتعملوا ايه مع اللاعبات الصغيرين؟ يعني لما بيدخلوا عليكوا ايه ابرز التعليمات اللي انت بتحرصي او بتحرصي ان انت تديها لهم؟ هو طبعا اللعيبه الصغيرين لما بيطلعوا اهم حاجه بتبقى عندهم حتة ان هما بيبقوا شوية ممكن متوترين، شوية خايفين، طبيعي. شوية طبعا ده طبيعي. ودي يعني كانت برضو بتحصل فينا لما احنا كنا بنطلع بالزبط. لما احنا كنا صغيرين اهم حاجة ان انا اهديها، مثلا ضيعت كورة، عملت حاجة، عادي اهدي، هتجيبي، ما تخافيش، ده ماتشك. اهم حاجة شجعها، اهم حاجة اديها السبورت ان انت اللي هتشيلي ده، يعني دي بتاعتك انت طول عمرك كده، لا عادي العبي براحتك. يعني اهم حاجه للصغيرين، وان احنا حتى بنتكلم معاهم فيها ان هم يلعبوا براحتهم.
عشان مثلا ساعات تلاقي واحده مثلا في فرقتها اللي هم مثلا 2002 تلاقيها في فرقتها سوبر جدا جدا، تلاقيها طالعه عندنا كشه مش عارفه تلعب، خايفه تغلط، خايفه تعمل اي حاجه، لا خشي غلطي ضيعي عادي مفيش مشكله، كلنا هنشيل بعض، بس هي دي اهم حاجه. كلنا كنا كده، وكلنا كمان من خبرتك وبدايتك. في جزئيه مهمه جدا، يمكن احنا كلاعيبه كوره على المستوى نتمنى طبعا، اول حاجه كان حلمنا نلعب للنادي الاهلي، وبعد النادي الاهلي حلمنا ان احنا نلعب منتخب مصر نمثل بلدنا. فوجئت كمان يعني اصدقائي في الاعداد بيقولوا لي ما فيش منتخب مصر. يعني ايه ما فيش منتخب مصر للسيدات يعني؟ لا ما فيش زمان قوي. ده مش مأثر عليكم نفسيا نفسكم طبعا تمثلوا مصر يعني ايه امنيه؟ بس انا اقول لك من ناحيتي انا كنا من شويه من الجيل المحظوظ اللي خد الفرصه دي، يعني احنا من كام سنه مثلا 2014 ابتدوا يجمعوا يقولوا يلا يا جماعه هنعمل منتخب 96 اللي هو كنت جيلي عشان يلا يبقى نواه للمنتخب الكبير الأول. فانا كنت جيل محظوظ، فرحنا افريقيا ورحنا كاس عالم ويعني طبعا بالنسبه لي كانت اكسبيرينس احلى حاجه عملتها في حياتي، يعني كاس عالم ده انا اصلا يعني بقعد افتكر ان هو من احلى ذكريات. لا هو حلم. فحتى اختي اختي قد ساره اكبر من احنا بقى الجيل اللي ما اتعملوش منتخب. فمنا دايما يعني اختي دايما بتحس ان هو انا طب انا كان نفسي انا لعبت يعني بلعب بقالي يعني دلوقتي 17 سنه او حاجه. لا يعني انا بلعب بيت عمري كله الهاندبول، وحاسه ان ده كان حلم كان اي حد فينا كان من حقه يعني صحيح يعيشه يعني. طبعا هو ده سبب كبير ان ناس كتير بتبطل يعني فعلا. ده سبب كتير ان ما فيش الحافز الكبير، ان طبيعي اي حد بيلعب مثلا دلوقتي علشان ياخد مثلا طبعا بعد الدوري والكاس والسوبر والبطولات بتاعتنا احنا المحليه طبعا، اخد بطوله عربيه، اخد بطوله افريقيه، اطلع كاس عالم مع منتخب، طبيعي ده الطموح. طبعا ده الطموح. فلما انت خلاص توصل بقى ان انت جبت اخرك اللي هو سقف اللعبه، انت خلاص كل سنه بنجيب الاربع بطولات او الثلاث بطولات على حسب، من غير منتخب خلاص يعني هكمل، مفيش تطور، اللعبه خلاص ما بقاش فيها تطور في مصر عامه. طموح زي ما بتتكلم ساره اللي هو خلاص طب انا هعمل ايه اكتر من كده يعني؟ ما عنديش حاجه ثانيه اعملها، ما عنديش حاجه. فبس ده علامه استفهام يعني، انا بالنسبه لي علامه استفهام كبيره ان مفيش منتخب ده يعني ليه يعني السؤال هو ليه يعني هو عندك ليه مش موجود؟ اجابه يا امنا بصراحه لا يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير وناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده. يعني هو حصل من من من, من مثلا من كام شهر كده كذا حد مننا لعيبه طلعوا قالوا يا جماعه احنا يعني قعدوا عملوا فيديوز وجابت فعلا ردود على السوشيال ميديا جابت ردود فعل قويه قوي، كنا مستنيين بقى منها رد فعل بقى من المسؤولين عامه، بس ما خدناش اتحاد اللعبة. لا بس ما كانش في اي رد خالص. لا خالص بالعكس يعني انا حتى كل الردود اللي كانت نيجاتيف قوي كانت ردود شويه بتقلل مننا يعني. كان ايه الردود بتيجي عباره عن مش إيه؟ فاكره قوي بصراحه، بس يعني اللي هو انتوا عملتوا ايه؟ احنا يعني جربتوا عملتوا ايه؟ طب ما هو دي بتبقى سيستم، ده بيبقى قصدام طبيعي ان انا انت عملت لي منتخب النهارده ما تطلبش مني بطوله بكره. بالظبط يعني ناس بتقعد سنين عشان توصل مره واثنين وثلاثه انت تتولى بالظبط يعني احنا مع النادي الاهلي طلعنا بطولات عربيه وطلعنا بطولات افريقيه كان من ثلاث سنين او اربع سنين. طبعا شكلنا اول بطوله غير تاني بطوله غير تالت بطوله غير رابع بطوله، ده طبيعي بالظبط. انا يعني احنا رابع بطوله خدنا ساعتها ميداليه برونزيه اللي هو احنا يعني ان شاء الله مكملين على التراك ده طبعًا. ان احنا ممكن بعد كده ناخد بطوله عربيه او ناخد بطوله افريقيه مثلا، معانا دلوقتي سندس ممكن نجيب المحترفين بتوعنا اللي بره وناخد فعلا بطوله افريقيه، ده طبيعي معانا مع النادي. لكن فين بقى المنتخب؟ فين حته ان انا البس تيشيرت منتخب مصر؟ ما دي من هنا من هنا من البيت الكبير، خصوصا ان احنا عندنا محترفات كمان يعني عندنا امكانيات طبعا. لكن من البيت الكبير انا برضو سهام وفريق الاعداد بجد بنناشد الاتحاد لان دوت مش على يعني انت بتحرم جيل كامل من انه بيرتدي فلينه منتخب مصر، منتخب بلده منتخب بلده ده شرف وحلم لناس كتير بتتعب علشانه عشان توصل له.
ولو كان في جزئيه اصل مش عايزين نتغلب كتير من فرق افريقيا، فاعتقد دوت يعني للاسف اجابه غير مقنعه بالمره، لان لازم تدي خبرات ولازم تعمل الجزء ده. لو السنه دي هنخسر فرق 20، السنه الجايه هنخسر فرق 5، السنه اللي بعديها هنكسب وهكذا. فنداء طبعا للاتحاد الكره لكره اليد انها تهتم كمان بالمنتخب، تديهم الفرصه. طبعا تديهم الفرصه باختصار. أكيد يعني. بس كره اليد دي لعبه عنيفه جدا، والدليل يا كابتن هاني مش عارفه شايف ولا لا، الغرزتين اللي في وش ساره مش شايفهم. لا ده اخذتهم بعد التمرين حبيبتي. احكي لي سبب الاصابه دي، وريهم لي فين. انا شفت موني اللي عملت فيا كده. لا 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 بجد. احكي لي بس السبب. لا ده هو كنا في التمرين بس انا بسمع بيقولوا لي، محمد بيقول لي رقيقه جدا. ايوه والله. لا يعني دي غلبانه جدا يعني. واضح جدا. لا 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 هي جميله. قولي لي حبيبتي فين الغرزتين شايفاهم؟ ايوه. معلش هي لعبه عنيفه عامه. بس انت اخذتيهم، اخذتها في تمرينه مش اخذتها في تمرين بقاعها، كنت بدافع عليها وهي بتشوط كملت بقاعها، فانا عندي الحته دي اتفتحت خدت فيها غرزتين. خلي بالك اضعف حتت في الخط ناحيه يعني الحجم. طبعا احنا اتفتح الحاجات دي ودماغنا وبتاع عادي، لكن هي لعبه بنتي عنيفة يعني. ما انت بتتكلم في يعني الا عادي. مامي اهم حاجه مش عادي، هتبان بعد كده. وريني استحيلي بقى بسرعه كده. لا قلبي سلام عليكي، لكن ده طبعا وارد في، وانتوا اكيد بقالكم سنين. لا احنا عامه عايزه اقول ان هيبقى بالنسبه لنا عادي يعني. حبيبتي اتعودت. خالص يعني. انا كلمتها اصلا ساعتها، فانا كنت رحت التمرين يومها. فبكلمها اقول لها ساره التمرين امتى؟ بتقولي مش عارفه. قلت لها ايه اللي مش عارفه وانا سايباكي في التمرين ليه؟ فقعدت اقول لها، بتقولي اصل انا بخيط بس غرزتين. قلت لها ما استغربتش. لا قلت لها ايه اللي حصل وبتاع؟ قالت لي منه بقى خبطتني. قلت لها ما حصلش اي حاجه. وانت حارس مرمى الانفرادات بالذات يعني جزء الانفرادات بحراسه المرمى في كره اليد في وشها بتاخدها في لا بص هو اكتر حاجه يعني فعلا الكوره اللي في وشي صعبه جدا يعني. انا يعني هي بتبقى بتوجع في لحظتها بس خلاص بعد كده يعني مش حاجه بتكمل. عامله زي الاخطبوط يعني يا كابتن، تفتح ايد ورجل. طبعا يعني حراسه المرمى في كره اليد بتبقى حاجه، انا شايف انها حاجه محتاجه جراءه جدا، محتاجه شجاعه، ومحتاجه كمان عين كويسه وبوزيشن كويس. لان ضربات الجزاء على فكره ضربات الجزاء كمان اصعب. صح هو تقريبا كم؟ 6 متر. هم 6 متر 7 متر. ويبقى طبعا الموضوع بالنسبه لك صعب زي حارس مرمى كره القدم كده. ضربات الجزاء بتبقى 1% ليكي و99 ولا بتبقى النسب اقل شويه؟ هي انا حاسه النسب اقل شويه. هي 90% يعني. 90% يعني. 90% ايه اصعب ماتش لعبتيه في حياتك يا ساره؟ اصعب ماتش لعبته في حياتي ماتش كاس. انا بالنسبه لي كاس برضه. ماتش كاس اللي قعدنا لعبنا فيه فايصل كتير. قعدنا نتعادل ونلعب فايصل ونتعادل ونلعب فايصل. طب اشرحي لنا التعادل وبعدين ايه فايصل تلعبه 5 دقايق يعني اكسترا ولا الاول الماتش خلق. هو الماتش ده كان فاينل يعني. هو لازم يخلص حد كسبان. فاحنا قعدنا خلصنا الشوط الاولاني، الشوط الثاني خلصناه الماتش خلص تعادل. بعد كده لعبنا 2 اكسترا تايمز خلصوا تعادل. بعد كده 2 اكسترا تايمز تانيين، اول واحد خلص تعادل فلعبنا الرابع. اربع شوط يعني. جبنا الجون في اخر ثانيه. بس ده بيبقى ليها فرحه ثانيه خالص. يعني انا في اعتقادي الماتشات اللي بتبقى بتوصلي وتتعادلي وبعدين تتعادلي وبعدين في الاخر خالص في اخر ثانيه تكسبي، احسن ما كنت نهايه الماتش في الدو يعني في الشوط الاولاني بفرق يعني. الاحساس نفسه بيختلف. لا هو احنا اصلا لما الماتش ده خلص هي ثانية فعلا يعني. هي صفارة الجون مع صفارة الماتش يعني. أول ما الماتش ده خلص احنا الألتراس كان في الصالة، الناس كلها في الصالة كانت بتتهد. هي بجد كانت بتترج رجة مش طبيعي. والناس كلها نزلت من المدرجة، جماهير بقى بألتراس بكله نزل تحت في الملعب فرحة طبعاً. يعني فرحة مش طبيعية. حياتي كلها ما كنتش شفت ستريس في ماتش قد الماتش ده. الماتش ده كان فعلا متعب جدا أعصاب. وكان ساعتها ما كناش لسه متعودين نلعب في ألتراس. كان في كان ما كانوش بييجوا. وبعدين الماتش ده كان اول ماتش يجي ألتراس مليانه طبعا. اللي كان على الاستاد كان كله ناس. فكان جو يعني وفاينل. واحنا عامه دي كانت برده عمرنا ما كنا خسرنا ولا قربنا من حد قبل كده. احنا كان دايما عندنا فروق ما بين يعني الفاينل ممكن نكسبه 5-6 مستريح. فانه نلعب على طول جون بجون يعني اكسترا تايم والحاجات دي، فبرضه كانت
كان متعب قوي بالنسبه لنا الماتش ده. مهم تفاعل الجمهور قوي. صحيح ما بيحضرش الماتشات دلوقتي بس اكيد لمستوه في وقت، ودلوقتي كمان افتكر في تفاعل ما بينكم وما بينهم على التواصل الاجتماعي. لا الجمهور عامه متابعنا قوي، يعني انا دايما مثلا اخلص ماتش فالاقي كذا حد باعت لي ويقول لي كنت كويسه النهارده، مش عارفه اكلمي مع الفرقه، احنا في وراكو، احنا في ظهركو. طبعا الكلام ده بيبسطني قوي. طبعا يعني. طبعا يا ساره ايوه فعلا احنا لما لا هي طبعا بتفرق قوي يعني. لا وبتفرق قوي كمان لما حد يكلمني انا اللي هو انت عملتي كذا في الملعب وكان حلو قوي وبرافو عليكي والمره الجايه بقى احسن ومش يعني بعد ماتش الزمالك لا يعني ناس كتير قوي كلموني اللي هو كان مين لا برافو كملي انت عملتي فرق انت. طبعا دي بتديني بوش مش طبيعيه يعني، فببقى عايزه ان انا انزل بقى الماتش اللي بعده لا اكون احسن واحسن. بكره خلي ان شاء الله ان شاء الله يكون احسن واحسن يا ساره. ان شاء الله. ميرسي يا امنيه. ميرسي ليكي. ميرسي كل التوفيق ليكم. ميرسي يا ساره نورتونا. ميرسي يا ساره امنيه شرفتونا. وتحياتنا طبعا تحياتنا لكل باقي الفريق اللاعبات، واكيد طبعا سمان دلوقتي بيشوفونا واحنا بنوجه لهم تحيه، وان شاء الله يعني مستنيين منكم يعني اربع بطولات باذن الله تحققوها دايما، ودايما النادي الاهلي رقم واحد. شكرا جزيلا. بعد الفاصل كابتن الكبير شريف عبد المنعم اتفضل.